في حملة إن كنا هنبدأها في أول سبتمبر، بس إحنا بناء على اللي حصل إحنا هنبدأها من النهاردة. حملة بعنوان الاحتضان مسؤولية مش ترند، وحملة بعنوان تحديات الاحتضان. كل أسرة كفلت لسه بتكفل محتاجة تشارك في الحملة دي، محتاجة تقرأ كويس وتسمع كويس. كل أسرة كفلت، مش هتشارك معاكم زي ما انتم متعودين معانا على الجروب، مش هتشارك معاكم الصور الحلوة والضحكة اللي دمها خفيف والكلام اللي كله إيجابي اللي يخليك بكرة الصبح تروح تقدم ورقك. لا، الحملة دي هتبقى العكس. هنشارك معاكم التعب اللي بنتعبه مع أولادنا، هنشارك معاكم التحديات، هنشارك معاكم الضغوطات، هنشارك معاكم. وعلشان كل أسرة مقبلة على الكفالة أو قررت إنها تكفل أو كفلت تعرف إن الأطفال بني أدمين. بنوتة جميلة جدا عندها 3 سنين، أهلها قرروا إن هم يرجعوها لمجرد إن الأم حملت، الأم بقت حامل، فالأسرة طبعا يعني مش هتقدر بقى تتحمل مسؤولية الطفلة، فالطفلة رجعت. الطفلة دي قد بنتي، يعني الطفلة دي عمر ليلى، عندها 3 سنين، تعرفش حاجة غير بابا وماما. امبارح كان اول يوم ليها تبات جوه الدار. تفتكروا الليله دي مرت عليها ازاي؟ يعني تفتكروا مثلا هي حست بيه؟ تفتكروا مثلا سالت على باباها، سالت على مامتها؟ متعوده تنام في سرير معين، متعوده تشرب حاجه معينه. احنا ظلمنا البنت دي مرتين، وهي البنت اتظلمت مرتين الحقيقة. مرة يوم ما تم التخلي عنها أول مرة، تاني مرة اتظلمت وهي كبيرة وهي فاهمة بعد ما دقت يعني ايه بيت وحياة وبابا وماما رجعت تاني اتظلمت لتاني مرة. بس تاني مرة اتظلمت واحنا عارفين انها تتظلم.